احنا تناولنا في المحاضرة السابقة اللي هو كيفية التعامل مع اللي هو مجلد ومشاركته، مظبوط ولا لا؟ تمام. يعني لو جيت على الدرايف الآن المفروض اشوف اللي هو المجلد اللي مسمى باسمي، تمام، هند لبد من 12 ل 14، اي حاجة موجودة فيه ممكن الاخرين يشوفوها. مين هم الاخرين اللي مشارك معاهم؟ انا من وين بدي اعرفهم؟ بدي ايش اشوف المشاركة، وبيجيني مين هو اللي انا مشارك معه، مين اللي مشارك معه. لو بدي الغيه بضغط عليه وبحذفه. كويس. ملفاتي، لو انشأت مجلد هنا او ملف هنا، هل بيستطيع احد انه يشوفه؟ لا. ليش؟ لانه على الجدر الرئيسي. لكن انا وين بدي اشتغل؟ جوا المجلد. ليش؟ اساس ان الدكتور يشوف شغلي، هاي الهدف من المشاركة، او زميلتي تشوف شغلي حسب ما بدي انا. ايش بدنا نشتغل اليوم؟ بدنا نشتغل نماذج جوجل او جوجل فورمز. جوجل فورمز جديد، واجي من المزيد واقول له ايش؟ نماذج جوجل. نماذج جوجل راح تفتح إلي. الآن دليل على إنه هذا المجلد فيه مشاركة، بقول لي أنت بدك العنصر الذي تم إنشاؤه له أذنات المشاركة. يعني إيش؟ بدك تشاركه مع ناس تانيين، فبقول له نعم إنشاء ومشاركة. فبلاحظ بيفتح لي علامة تبويب جديدة، علامة تبويب جديدة. برجع لشاشة مين؟ الدرايف. في حاجة مكتوبة؟ لا. ليش؟ لسه ما اشتغلتش عليه. كأنك فاتحة ملف. لا شكرا، طبعا ما بديش اخذ جولة. كأنك لسه فاتحة ملف وورد مستند جديد ومش كاتبة فيه ولا حاجة، ولا عاملاله حفظ باسم، ولا عاملاله حفظ باسم. الآن هنا ايش مكتوب لي؟ نموذج بدون عنوان. اكتب الاسم ايش؟ اللي هو اختبار زائد مقياس. الآن بقول لي جار الحفظ. شايفين كلمة جار الحفظ؟ تعال نشوف في على الدرايف. هياته مجرد ما تعمل فيه ايش؟ شغلة بسيطة، لو كتبت حرف غيرت حرف حيعتمد النموذج ويبدأ انشاؤه على المجلد اللي باسمه اللي موجود وين؟ على الدرايف، وبدون اي مجهود. تمام. مباشرة اي تغير في النموذج هذا بيتم حفظه مباشرة. قطعت الكهرباء في نص الشغل هتلاقي كل شيء محفوظ. الآن عشان أغير الاسم هنا اللي هو ظهر عندي هنا ايش؟ نموذج بدون عنوان. إذا كان العنوان اللي هنا بناسبني، تمام، بس بضغط هنا ضغطة واحدة مباشرة. شايفين؟ أخذ الجزئية الافتراضية اللي موجودة وين؟ في المقياس بدون عنوان. كويس؟ تعالوا شوفي هنا هتلاحظي بعد التحديث ايش المقصود. هاي التحديث نحدث لوحده، اختبار زائد مقياس، عدل الاسم لوحده زي ما تم تعديله هنا لحاله. كويس. الان اول حاجة بتعمليها في الامتحان ايش هي؟ اول حاجة بتجاوبيها انت في الاختبار ايش؟ اسمك. فبروح بحط ايش؟ اضافة سؤال ولا في سؤال؟ هاي سؤال.
تمام، وباجي بقول له اسم، ايش الخيارات اللي موجودة او الاجابة، شكل الاجابة خيارات متعددة، مجرد ما كمل لك اسم رباعي شوف ايش صار. مش انا اللي غيرت، هو اللي غير لحاله، هو اللي غير لوحده واعطاني ايش نص الاجابة القصير. هل بدك تفرض على الطالب انه يجاوب الاختبار او يجاوب السؤال اسف اجباري؟ طبعا فبقول له انا ايش مطلوب. هنا اذا بدي ايش اكرر السؤال، تمرتين بدك تكتب الاسم، لا بدي الرقم الجامعي برضو نص الإجابة القصير، الرقم الجامعي، وبتلاحظ جاب لي ايش الأشياء الخاصة بالرقم، أكم من خانة، أكبر من كذا، شذا. خليك معانا اطفي الشاشة. بعد ذلك ايش في عندي؟ أكرر، بكرر عادي مطلوب، واكتب الشعبة. الآن لما بدي اجي اقول الاول واحد، الاول الف، واحد على واحد، تمام، واحد على الف، كله يتم بصير الا ان انا في الشعبة رقم واحد من الصف الاول، لكن جهاز الحاسوب بتعامل معاهم ايش كل وحدة على اساس انها شعبة واحدة. كيف بدي اعبي انا، كيف بدي انا اخلي الطلاب يعبوا اشكال موحدة، اشكال موحدة، فباجي انا بختار نوع الاجابة، شايفين، وبقول له ايش قائمة منسدلة، قائمة منسدلة، وبعطيه ايش الاول واحد، الاول اثنين، الاول كم من صف اول فيه في المدرسة؟ ايه خمسة، والله فيه بوصل 16 كمان، ما علينا، فما بالك لو بدك كل واحد يكتب الاول او الالف او الالف او الالف، كل واحد بتعامل معهم جهاز الكمبيوتر على اساس انهم ايش. هنا انا قاعد ايش بسوي يا بنات؟ ببني الاختبار، انا ايش ببني المقياس. طب كيف بدي اشوفه يا شذا؟ كيف؟ نعم، كيف بدي اشوف شغلي انا اللي بعمله قاعد عشان اقدر افهم ايش الفرق بين اللي هو قائمة منسدلة، وايش المقصود بالرقم، وايش المقصود بالنص القصير. يا جمانة، تمام، لا لا ممتاز، رمضان جاي معاك وألف. شايفين انا هذا ايش الزر للمشاركة او الارسال للناس انهم يعبوه، اما هذا الزر ايش بيعطيني الفرصة اشوف المعاينة تبعته، اشوف كيف الناس بتشوفه، كيف الناس شايفاه، تمام. ها شايفين اختبار مقياس، اسم رباعي، الرقم الجامعي، هاي المقصود بالقائمة المنسدلة، شايفين خيارات محددة ضمن نطاق، ضمن مدى، فيش حرية في الكتابة، فيش حرية في الكتابة. نرجع لكم من علامة التبويب تبعت البناء الاختبار. الآن ايش فيها انا، ايش فيها انا، ها وين اجت؟ وصف، نص، عنوان، هذه المفروض وين تكون؟ وين المفروض تكون؟ ايوه فوق. كيف اسوي؟ شايفين الثلاث ست نقط هذول؟ اسحب وحطيها فوقها. بدك الرقم الجامع بالاول ولا الاسم الرباعي بالاول؟ بدي الرقم الجامع بالاول. ها انا الي حريه بكيف بدي برتبهم في الشيش هذا، ها
هاي تحديث، تحديث عشان اشوف التغيرات. شايفين كيف؟ كويس؟ نكمل؟ بعد هذا ايش بدي كمان فاصل؟ بدي كمان ايش؟ فاصل، واكتب ايش؟ اجب عن الاسئلة، صح؟ تعال نشوفها، مش مبينة. ليش؟ انا لازم اعمل، شايفينها؟ بعدها اجي ايش اسوي؟ اضيف سؤال، تمام؟ من الحيوانات اكلت اللحوم. بقول لي ايش بدك الجواب الاول؟ اسد، زرافة، اللي وراه هاي لحاله، شايفين؟ اضغط عليه لحاله بفتح خيار، اضغط عليه لحاله ايش؟ بفتح خيار. كويس؟ مطلوب طبعا الإجابة. كويس؟ طيب بدي اغير بس كلمة في السؤال وخلي السؤال زي ما هو. ايش اعمل؟ بدي اعمل له ايش؟ تكرار. على اساس اكتب من الحيوانات ايش؟ ايه؟ اكلت العشب يس. لا كلهم، الدجاج اكلت العشب المنزلية. صح؟ قطة ولا دجاجة؟ نعم يا عمي، مشي قطة، تمام؟ بس عشان اورجيكم الفكرة، انا اورجيكم ايش الفكرة. ها هاي السؤال هذا نفسه، هذا هاي تكرار، وهاي اكلت اللي هو ايش؟ الاعشاب. ايش اغير؟ اسد لا، قطة، وهنا ايش؟ نمر، تمام؟ بس يا بابا، طيب لو بدي اجيب انا سؤال في صورة، هاي شوفوا شكل الاسئلة كيف، هاي تحديث، تمام؟ فيش امكانية اقول له ارسال، ليش؟ كله بعلم لي اياه احمر، لازم تجاوبهم، لازم، تمام يا هند؟ ايش؟ طيب بدي اجيب سؤال، هاي اضافة سؤال، وهي صورة، وهي تحميل، وهي اختار من الصور. واحنا وين منزلين صورنا؟ هاي جاب لي الصورة، شايفين؟ مرة ثانية أنا بدي أحذفها، أنا بدي أحذف الصورة. وين هاي السؤال؟ ما كتبت نص فيه، جيت وين؟ جنب جنب الصورة، تمام؟ وأكتب إيش؟ اختيار، وهاي الصورة بحملها طبعا من جهاز الحاسوب. الآن الصورة كبيرة، هذه زي ما انتم شايفين في مربعات تحديد حجم، أنا صغرتها. اضغط هاد بيجيني مجموعة من الخيارات لمين؟ للصورة، مجموعة من الخيارات للصورة، بقول له محاذاة للوسط. حلو؟ بكتب ايش؟ السؤال، من أنا؟ نمر، قطة، أسد، لبوة. طبعا مطلوب الإجابة عليه. كويس؟ طيب هاي إضافة سؤال،
الموز. هاي انا السؤال كان ايش؟ صوره. انا الاجابه بدها تكون هاي اختيار من الصور. هاي الموز، هاي حملها. انا ما فيش اعطيني خيارات للحجم تبع الصوره زي هان. لا هنشوف ايش بصير الان. هاي ايش؟ طبعا فيش صور، بديش اتعب حالي اقعد ادور فالصورة اللي بدي الاقيها في وجهي ايش؟ بدي استخدمها. الصورة اللي بلاقيها في وجهي ايش؟ بدي استخدمها. ك هاي أربع خيارات بأربع صور مختلفة بأربع أحجام مختلفة، نشوف ايش بسوي فيهم. طبعا بدك تكتبي انا ايش اسم الصورة، اكتبيه فيش مشكلة. بدك تمسحيه برضاش يمسحه الا يضلوا ايش موجود. طبعا ما عملتش حفظ، بحفظ تلقائي لوحده. هاي اعادة التحميل، هاي صورة الاسد. طلعوا هنا ايش الميزة فيه، ان الصور جابهم في اربع كانوا تحت بعض واحجامهم مختلفة، وواحدة هيك وواحدة هيك، هو بنسقهم بظبطهم وبرتبهم. تمام، هذا ايش؟ استجابه، الاستجابه المثير صوره والاستجابه نص. هنا ايش؟ المثير نص والاستجابه. طبعا ممكن تعمل صوره صوره في الشيء مشكله، في الشيء ايش؟ مشكله. ايضا حتى الان انا ببني وبشوف ايش بصير. ايضا ايش في عندي انا؟ اني اجيب صوره خلصني الاسئله، طلع الاسئله النصيه هذه خلصت. كويس، ممكن اجي هنا على جوجل واكتب ايش؟ فاصل صفحة png. هاي فاصل صح، دق انت اللي بدك اياه بعد هيك. هاي الصور، عشان تفهموا اكثر. هاي بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، ممكن تجيب ترويزة الجامعة، ممكن تجيب أي حاجة وتحطهم ايش. تمام، ليش هدول يا دكتور؟ أي شيء من غير تنسيق مش حيكون. تمام، نرجع لشغلنا. هنا يا بنات لما أنا ضفت السؤال اخترت منه الصورة من نص السؤال، وهنا الصورة من وين؟ من نص الاستجابة. لكن أنا بدي صورة لحال زي هان. تمام، صورة لوحدها بس. وهي أجي أقول له إيش اختيار، وأجي أقول له بسم الله الرحمن الرحيم. وين بدها تكون هذه؟ طبعا حتى كمان قبل إيش؟ أي أو قبل أي حاجة في النموذج. هاي تحديث. تمام، نفس الشيء تحت خالص اخر واحده انا اخر سؤال، واجي اقول له صوره واختيار تحميل، واجي اقول له هات لي الفاصل او تمت بحمد الله اخر سؤال. كلها عمليه اللي هو ايش؟ لا اكسسوارات اللي هو او تزيين او ايش اللي بيقولوا عنه تنسيق، تنسيق للاختبار. نعمل له تحديث، هيا تمت بحمد الله. هان اخر حاجة بعد النصوص، بعد السؤال النصوص صورة
واختار وين الفاصل يا جماعة. هياته هو عبارة عن ايش؟ تمييز. بس ابين نيجي نشوف هان كيف مشكله. تمام، عشان اني ابين لك فواصل بين جزئية وجزئية. اخر حاجة او اخر حاجتين في البناء تبعت الاختبار، في البناء تبعت الاختبار، ان انا بدي اخذ ايش؟ فيديو. تمام، واكتب هنا ايش؟ عالم او الحيوانات. في مقطع فيديو شفته انا على اللي هو اليوتيوب باسم الحيوانات المنزلية. هايو ايش المفروض وين راح؟ حيات وين جايب لي اياه؟ هان. تمام، بدي اياه تحت السنة، تحت خالص تحت، بنقله عادي مش مشكلة. ها بسحبه وبنقل ايش؟ اخر حاجة قبل ايش؟ تمت بحمد الله، صح؟ هان ايش بدي اياه؟ للوسط. هان ايش بدي اياه؟ اكبر شوية. بدي اقول له ايش؟ شاهد واجب. بعد ما شاهد بدي اجيب له ايش؟ سؤال، واكتب من الحيوانات في الفيديو، صح؟ الثعلب، الأسد، النمر، الدجاجة، وهاي مطلوب. زقته؟ زقته صح ولا لا؟ بس بدنا نكمله كله، كله بده يخلص اليوم. وهاي معاينة. تمام؟ بعض الفيديو تبعي، صح ولا لا؟ وبعدين بجاوب عن الأسئلة، بجاوب عن 10 حيوانات برية يمكنك. تمام؟ كويس؟ نرجع الآن. ممكن التلميذ أو الطالب ما يجاوبش الأسئلة هذه، اللي بعدين أقول لك أجاوبني ساهل، أو يروح يشوف الفيديو بده يصير يلعب. فإيش الحل لك مشكلة؟ أنا إيش في عندي في البناء؟ آخر أداة أنا أضافة قسم. وين البيانات الأساسية خلصت؟ هان، صح؟ شيء آخر حاجة البيانات الأساسية، قول له حط قسم. تمام، ارفع هذا. وين النص خلص؟ هاي الصورة تبعت النص، صح؟ قل له حط قسم. القسم يعني ايش؟ عبارة عن اقلب الصفحة، اقلب الصفحة. هاي خلص الصور، جاب الفيديو، هاي اخر صورة في الصور، صح؟ حط ايش؟ شوف ايش صار معانا. هانا بعديش إلا إيش؟ إلا لما يجاوب، إلا لما يجاوب. شايفين كيف؟ الرقم الجامع لازم يكون رقم، ها؟ شايفين؟ إلا تجاوب يابا، إلا تجاوب التالي. طيب دكتور والله ما اعرف كم من صفحه هذولا. هذا الامر بسيط، الامر ايش؟ بسيط. شايفين هان اعدادات؟ شايفين العرض التقديمي ايش بقول لك؟ اظهار شريط، شريط التقدم، الترتيب العشوائي للاسئله. اذا كنا كلهن اسئله زي بعض، تمام، على نمط واحد، عشان تخلي الطلاب يقدموا هم جنب بعض وتسحب حالك، بصير يرتب لهم بشكل ايش؟ عشوائي. هاي حفظ. تمام، تعال نشوف.
شايفين هذا الشريط ما كانش موجود، بقول لك عدد الصفحات 4، انت في الصفحة الاولى. تمام، هاي جاوب جاوب جاوب، هاي التالي، هاي جاوب وهاي جاوب وهاي التالي، وهاي جاوبت وهاي ارسال، وهاي بقول لك تم بحمد الله ارسال رد اخر. هيك بكون انا بنيت الاختبار، وشفت كيف بنيته، كيف بنيته، كيف بدي ابعت الاختبار لشزا بس تجاوب عليه. ايش اسوي يا جمانة؟ ماليش دخل في ايش شاشة المعاينة اللي وين في شاشة البناء، وين بدي اروح؟ ارسال، واقول للبريد الالكتروني واكتب ايش؟ ش اس اس اتش اي هاي تيتش اسمها جميل، هاي الايميل تبعك كويس، بس فقط دعوتك لملء النموذج. تمام، بدك تضيف ناس تانيين بتضيف، بتكاش ملاش، وهي ايش؟ ارسال. بيجيني على البريد الالكتروني بقول لي مطلوب منك تعبي الاختبار هذا. هلو، هاي ارسال، هاي ارسال. طب هذا الرابط ايش؟ هذا الرابط على اساس اني اجي نسخ. تمام زي هيك، واجي على الفيسبوك انا، وهاي المجموعه تبعت الطالبات، واجي اقول له هيك احط البوست زي هيك الرابط. شايفين؟ هاي بيعمل ايش؟ اختبار ومقياس عشان ايش؟ انشره. بس انا بديش انفذ هذا. ليش؟ لانه عندي طريقه ايش؟ ثانيه، اني اضغط على الفيس وانا فاتح الفيس ويجيني ايش؟ مشاركه في مجموعه، واكتب اسم المجموعه. تمام، واكتب الرجاء تعبئه التالي، وهي مرفق لي اياه، وهنا ايش بعمل؟ نشر. ثواني، وحتلاقيه موجود ايش هنا باسم هند لبت. ها، نعمل تحديث للصفحة، غادرت الصفحة، هياته. شايفين الرجاء تعبئة النموذج التالي، والشاشة تبعت الفيس اللي حملنا فيها ارسال سكرت لحالها، سكرت ايش لحالها. عندك عندك عدة طرق. الاولى هاي بالارسال لشخص محدد، الرابط هان عساس تعملوا ايش برا المجموعات، يصير انسخ وين ما بدك، حط انسخ والصق، انسخ والصق وين ما بدك في مكان عام. تمام، الفيسبوك عشان جداري، يعني مجموعة محددة، اصدقائي، ناس انا وياهم مشتركين في مجموعة الى اخره، فبتقدر ايش انت تنشري، تقدر ايش تنشري. هذه شاشة البناء صح؟ بدي اشوف اكم من واحد اجاب على هذا الاختبار. او قبل في حاجة مهمة احنا نسيناها، انه انا في اختيارات الاسئلة وارجيكوا ايش، انا بقول لك ايش في الفيديو، شفنا العديد من الحيوانات احنا، لكن انا عملت ايش خيارات متعددة. كيف ممكن اعمل انا اكثر من خيار متعدد في نفس ال، هاي خيارات متعددة، او هاي اسمه ايش شبكات متعددة الاختيار. خلاص راحت عليه السؤال هذا، سيبكم منه، هاي سؤال جديد، وهاي من الحيوانات في الفيديو، وبدي اروح على شبكة متعددة الخيارات. تمام، هاي الصف، اكتب الاسد صح، النمر،
الثعلب، الدجاجة، القطة، الفيل، الزرافة. طب فكركم هذا ايش بده يكون في الأعمدة؟ أو مفترسة غير مفترسة، زي تصنيف يعني. مطلوب الإجابة، مطلوب الإجابة. هاي كمان سؤال بعده، إجابة الفيديو بعد مشاهدة الفيديو. صنف الحيوانات، الأسد، القطة. لا مش شبكة، بدنا نعملها، آسف، اللي هي شبكة مربعات اختيار، مربعات اختيار. الأسد، القطة، الفيل، الزرافة. النمر. نيجي هنا ايش؟ أليف، مفترس، آكل لحوم. في مفترس آكل أعشاب؟ منزلي، ريفي، هاي يلزم الرد. آخر حاجة إضافة سؤال، ما رأيك في مساق الحوسبة؟ صح؟ وبدي أجي هنا أقول له إيش مقياس خطي من 1 إلى 10. جيد، رائع. وقبل ايش بده يكون؟ في فاصل، واكتب ايش انا؟ استطلاع راي، وانقلها وين؟ فوق. وهاي تحديث، ما هو المعاينه لقيتها حتخليني اضطر اني اجاوبه ايش كل عشان اشوف. هاي الثاني، يلا هي فرصة سعيدة، الإجابة برضو كويس، بتسهل علينا قدام في أشياء أخرى. شاهد واجب. طلع هنا كيف أجن من الحيوانات في الفيديو؟ أسد صح. أنا بقول لك طلب هذا السؤال ردا واحدا فقط، بدك تجاوب واحد غيرك في الشي. هان بعد مصنف الحيوانات، الأسد، مفترس، أكل لحوم، ريفي، خلينا نقول القط أليف ولا مفترس، أكل لحوم، أكل أعشاب منزلي، أكل أعشاب الفي، يعني خلينا أختار إيش. بقول لك هان تطلب ردا واحدا على الأقل لكل صف، يعني بكون واحد أو كلهن أو إيش كلهن، تمام، أو واحدة أو إيش كلهم. ايش رايك في مساق الحاسوب؟ جيد 1، رائع 10، تمام، زي استبيان، زي ايش استبيان. وبقول له ايش ارسال، وبقول له ارسال. ممكن على فكره بعض الاسئله تحطيهن الصح والخطا في سؤال واحد جنب بعض تحت بعض بنفس الطريقه اللي عملناها باللي هو شبكه خيارات متعدده، شبكه خيارات متعدده. هيك بكون أنا بنيت الاختبار، هيك بكون أنا بنيت الاختبار وإيش أرسلته.
ضايل حشتين صغار عندي. أنا كيف بدي أشوف الردود تبعت الطلاب كمعلم؟ هيات هاي ردود الطلاب، هاي الطالب اللي جاوب عندي، هاي الطلب اللي جاوبه عندي. كيف بدي أخذهم في ملف إكسل؟ أخذهم وأمشي فيهم. هاي بضغط هان، شايفين هان بضغط وبقول له إيش إنشاء. هاي فتح لي ملف إكسل حساس، أعمل واحد زائد واحد اثنين وأشوف الدرجات. لسه لما نصير كمان اختبار بتشوف إيش بصير. شايفين لسه ما صارش اختبار، هو هيك ما تبرمجش لسه إله اختبار، بس ورجاني البيانات تبعته، ورجاني البيانات تبعته. وين أنشأ الردود هذه؟ لما نسكر الملف هذا وين راح؟ وين اتجه؟ وين انعمل؟ وين؟ هو على اكسل بس على درايف جنب الفورم تبعه، جنب الفورم تبعه، جنب النموذج تبعه. كويس؟ الآن على أسئلة وبدي أجي على إعدادات هان وأقول له الاختبارات اجعل هذا اختبار، بتفعل إيش خيارات الاختبار، الدرجة وقت إيش بدي أطلعها بعد كل إرسال. يمكن المجيب المشاهدة على الأسئلة غير الصائبة والأسئلة الصحيحة وقيم النقاط، يعني يراجع لنفسه، يراجع لنفسه. واجي اقول له حفظ، هنا صار في عندي اجمال ما كانتش هذه موجوده، ما كانتش هذه موجوده صح. هل هذا السؤال يا بنات بيستحق عليه الطالب درجه؟ هل هذا السؤال بيستحق عليه الطالب درجه؟ ولا كانت هذه موجودة لما كنت أبني الأسئلة. وراجعوا هذا الكلام في الفيديو أول ما بديت أبني الأسئلة، تمام؟ ولا كمان هذه موجود، ولا بنحط عليها درجة. من وين بنحط عليها درجة؟ من أكلة اللحوم. بقول لك مفتاح الإجابة، إيش الإجابة الصحيحة؟ جاوبي أنت أسود أسد، وقال لي إيش كم درجة عليها؟ هاي درجة واحد. من آكلة الأعشاب مفتاح الإجابة، هاي زرافة صح؟ وهي كم من درجة عليها؟ من الحيوانات المنزلية، هاي لازم تفتح مفتاح الإجابة وتقول له إيش قطة، تمام؟ من أنا أفتح مفتاح الإجابة عشان اقول له اسد واعطيله كمان درجة، هاي صار اربع نقط. هنا الموز لازم افتح مفتاح الاجابة واحدد الموز واحدد له النقاط، هاي صاروا خمس درجات. نفس الشيء افتح مفتاح الاجابة واحدد السؤال الصحيح، الاجابة الصحيحة، ومن ثم ايش صاروا ست نقاط. من الحيوانات في الفيديو الأسد، أفتح مفتاح الإجابة الأسد صح، النمر صح، الثعلب صح، لا 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 لا، لأني بحكي عن إيش الحيوانات المفترسة، وهذا عليه درجة 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 وهذا عليه درجة. هيك أنا بكون أجبت الاختبار إجابة نموذجية، افتح مفتاح الإجابة واقول لازم احط على هذه وهذه وياخذ درجة عليها. القط أليف ومنزلي وايش وياخذ درجة عليه، الفيل أليف والله مفترس ممكن، ما علينا، اكل اعشاب وهاي درجة عليه، الزرافة أليف واكل اعشاب، النمر مفترس واكل لحوم، البقرة أليف وآكل أعشاب وهي درجة، وجاموسة أليف
أليف وياكل أعشاب. طبعا هذا ما رأيك في مساق الحاسوب؟ بياخدش درجة صحيح، لكن استطلاع الرأي هذه لازم تكون وين؟ تمام. تعال نشوف ما هو الذي جد علينا. هاي تحديث بقول لي تم تسجيل ردك، لأن جاوبت قبل هيك أنا، فراح إيش عرض لي النتيجة تبعتي يا بنات، إيش الصح وإيش الخطأ تبعتي، شايفين؟ ولا واحدة مجاوب أنا صح، ولا واحدة مجاوب أنا صح، وبقول لك هاي الإجابات هاي مفتاح الإجابة. ويس تعال نشوف إيش إرسال رد آخر. بنفع الطالب يضل يجاوب؟ بنفع؟ طيب خلينا بس احنا ايش نجاوب، قبل نخليه بس مرة واحدة يجاوب. هاي التالي، هاي اسد، وهاي زرافة، هاي التالي، هاي ارسال، هاي ارض النتيجة، هاي الاجابة الثانية. كويس، لكن انا عشان ما خلوهش يجاوب مرة ثانية، هاي الاعدادات، وهنا ايش التقيد، التعديل بعد الارسال من حقه انه بعد ما يرسل يعدل. حفظ يعني الان لما بدي اروح اقول له انا جاوب السؤال الامتحان، المفروض يقول لي ايش جاوبت. ها لا نفش تعديل، بس تعديل بطل فيه رسالة رد آخر، تعديل الإجابة، تعديل الإجابة. ولو أجيت هنا يا بنات في الردود وقلت له قبول الردود، شايفينها هذه هذه هيك، بوقف الاختبار هيك، ببطل يقبل ردود. ها هاي متابعة، بقول لك لم يعد هذا النموذج موجود. ها ارفع هيك، هاي تحديث، هاي رجع لي ايش عرض النتيجة وتعديل الإجابة. هيك بكون إيش جبنا الردود. أي السؤال مين جاوب عندي بالنسبة للسؤال، بجيب لي إياهم سؤال سؤال، وهاي فردي لكل طالب، بدك تراجع لكل طالب وتشوفي مين مجاوب، وهنا معطيك ملخص، وهنا نرجع تاني على الردود تبعنا، هتلاحظوا ايش في بالاخر صار في مجموع درجة الطالب. هيات النتيجة انضافت اضافة، نتيجة الطالب انضافت اضافة. طبعا وكأن على رؤوسهم ايش